السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفتنا لهذه الحلقة سعادة السيدة منى المعايطة، صاحبة صالون منى المعايطة في منطقة خلدة. سيدة منى المعايطة، بنقول لك بداية كل عام وانت بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومساء الخير. مساء النور. هلا. نعم سيدة منى، اكيد حابين بداية نعرف السادة المشاهدين من هي السيدة منى المعايطة، نتحدث عن حياتك العملية والمهنية قبل افتتاح هذا الصالون. نحكي لكم الف مبروك لهذا الافتتاح. الله يبارك فيك. انا منى المعايطة، درست بجامعة العلوم التطبيقية علوم مالية ومصرفية. كان إلي حب لهاي المهنة وإني أفتح هيك مشروع إلي خاص. والفترة الماضية كنت ربت منزل، عندي أطفال وكذا، بس كبروا شوي فكرت إني أفتح هذا المشروع وأبلش فيه. سيدة منى، نتحدث عن تأسيس هذا الصالون العريق، صالون منى المعايطة. متى افتتحتم هذا الصالون؟ إلنا تقريبا شهر مفتتحينه. نعم نتحدث بشكل عام أيضا عن أبرز الخدمات داخل هذا الصالون. هذا الصالون بيقدم جلسات مساج، جلسات لتنظيف البشرة والعناية فيها. بيقدم كل إشي بخص الشعر، بيعالج الشعر، حتى صبغات المستخدمينها كلها لعلاج الشعر. مواد لسحب اللون كمان، ما بتحرق الشعر أبدا، بالعكس بتعالجه كمان. كمان كمان عم نعمل منيكير وبديكير كمان. وحيتوفر عندنا خدمة السمك اللي بيعمل تنظيف للجلد الميت للإجرين، وبالإضافة إلى رح يكون في جهاز للطباعة على الأظافر. جميل جميل. يعني أكيد يوجد لديكم أيضا أجهزة متطورة كما ذكرتي ما شاء الله. نتحدث عن التميز، عن العراقة، بماذا يتميز هذا الصالون العريق؟ هلا اول شيء ميزناه بالالوان اللي في الطريقه الموجوده انحطت فيها الاغراض تبعت الصالون. اخترنا موظفين لهم فوق 30 سنه بالعمل. يعني عندهم خبرات عمليه، خبرات عاليه، بيقدروا انهم لكل ست بتقدر يعني تيجي انها تلاقي اللون اللي هي محتاجيته. ما يتعرض شعرها للتلف ولا اي اشياء المشاكل اللي عم نسمعها بالصالونات الثانيه. جميل جميل. سيده منى، نتحدث عن ابرز القصات الصرعات لهذا العام في هذا الصالون. هلا بالنسبه لهاي السنه الشعر الطويل رجع من اول وجديد. تشفيرات بالشعر. قصات الكاري اللي بتكون بوب كاري نحكي ايضا. نعم يعني كل القصات القديمه اكيد رجعت لهذا العام. جميل. نتحدث ايضا، هل لكم نشاطات مؤخرا في هذا الصالون او قبل افتتاح هذا الصالون؟ قبل انا كنت اخذ دورات بتخص هذا المجال. دربت في اكاديميه أماليد، اخذت شهادات بتخص المجال على اساس اني انا اكون اشوف ايش في اشي تجديدات نزلت في مجال التجميل عشان التطور والتحديث ومواكبه العصر. اكيد احنا دائما وابدا بنواكب العصر. كيف تري سيده منى تطور هذا القطاع، قطاع الصالونات؟ هل يوجد كفاءات مثلا مثل حضرتك، مثل خبرتك ايضا بانجاز العمل؟ تفضل. هذا القطاع في تطور دائم، عم بدخل اشياء جديده على هذا القطاع وفي كثير اقبال عليه. اكيد في اقبال، اكيد من كفاءات، من خبرات ايضا، كمان ايضا من فرسان التغيير ايضا ما شاء الله مثل حضرتك. يعني سيده منى، اكيد دائما وابدا نتحدى اكيد الطموحات. ما هي الطموحات للسيده منى والرؤيه المستقبليه لهذا الصالون؟ اول شيء انا حبيت اميزه بالشكل كصالون. رح اشتغل عليه كمان. اي شيء رح يكون في تحديث في مجال التجميل رح ادخله لهالصالون. سيده منى، شو بتحب توجهي رساله لجيل اليوم، جيل المستقبل، جيل النشامه بشكل عام؟ تفضلي. او النشميات، تفضلي. اول شيء بحب احكي لهم انه هذا المجال كثير حلو التعامل فيه. انهم كمان يجوا لهي المشاريع ويفتحوا هيك مشاريع، لانه ما عادت زي زمان انه عيب الواحد يفتح هيك مشروع. بالعكس، هاي من المشاريع اللي بلشت تظهر اكثر هاي الفتره، صارت تنافس كثير مجالات. صار يدخل عليها كثير تطورات.
فصارت شيء اساسي ومهم في عصرنا هلا. نعم يعني ومن صار على الدرب وصل، ولكل مجتهد نصيب. بضم صوتي الى صوتك اكيد لكل جهه داعمه اكيد في افتتاح هذا الصالون وتاسيسه من خدمات بشكل عام. شو بتحب توجه رساله لكل هذه الجهات الداعمه لهذا الصالون، صالون منى المعيطه العريق في منطقه خلدة؟ تفضلي. اول شيء انا بحب اني اشكر الجهات المعنيه اللي سهلوا علينا تراخيص انه احنا نقدر نفتتح الصالون. لانه حسب ما كنا قبل نعرف انه صار في قوانين كتير صارمه وشديده، بس الحمد لله كانوا كتير متعاونين معنا، ما كان في اي عقبات واجهناها، بالعكس كان كلها ميسره. نعم يعني احنا اكيد بنقدر جهودهم البناء، ومقدر جهودك ايضا سيده منى المعايطه لانشاء اكيد هذا الصالون، والله يعطيهم العافيه الجهات المعنيه من كل جهه ذكرت ان شاء الله. يعني سيده منى شو الان بتحب توجه رساله لنعمه الامن والامان في ظل هذه القياده الحكيمه؟ والله يخلينا جلاله الملك وايضا لجلاله الملكه رانيا. تفضلي. بحب اول شيء احكي لجلاله سيدنا والملكه رانيا كل عام هم بخير. دائما هم داعمين لنا، وبسبب سياساتهم احنا عندنا امن وامان في البلد. الحمد لله بشكرهم اكيد الله يديم نعمه الامن والامان على سائر بلاد المسلمين ما دام وجد الاستقرار وجد الاستثمار. الله يخلينا جلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وجلاله الملك رانيا ايضا لوعيها اكيد للقطاع التعليمي والتثقيفي اكيد. وكل عام وكل مشاهد هو بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والله يعطيهم العافية. أيضا حماة الوطن العين الساهرة جودهم بناءة. سيدة منى المعيطة قبل نهاية هذا البرنامج الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات، حابين نحدد للسادة المشاهدين موقع هذا الصالون، صالون منى المعيطة. أكيد أيضا إذا لديكم صفحة الويب سايت أو الفيسبوك للتواصل من أي مشاهد بحضر هذه الحلقة. موقعنا خلدة مقام المطاعم عالية المركزي، مجمع الزهراء فوق تشيتشي الطابق الخامس. اكيد صفحه ايضا الويب سايت او الفيسبوك نفس الاسم. اسمه منى بيوتي صالون. منى بيوتي صالون. نعم اكيد ارقامنا تستظهر على الشاشه عند زميلنا مدير تصوير السيد معتز حمور. ايضا شو قبل نهايه هذا البرنامج ايضا سيده منى شو بتحب توجه رساله ايضا لجهه داعمه وجهه اساسيه ورئيسيه اكيد دعمت معك افتتاح هذا الصالون؟ بحب اشكر زوجي سياده الشريف حسين اللي دائما واقف جنبي، دائما بيساندني، داعمني ماديا ومعنويا. بشكره من كل قلبي. اكيد نحن نشكره اكيد لدعمه وجهوده اكيد مع السيدة منى المعيطة، والله يعطيكم العافية أكيد سيدة منى المعيطة وأيضا وسعد الشريف حسن. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل للسيدة منى المعيطة صاحبة صالون منى في منطقة خلدة. نتمنى لك التوفيق سيدة منى، وشكرا لدعمك وجودك معنا لبرنامجنا الوطني. الله يعطيك العافية. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.